الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. مهرجان كما شفتوا في البرنامج متاعه فيه العديد من المحاور، فما مسابقة دولية للأفلام التحريك لثمانية أفلام موجودين في المسابقة. الأفلام هي مسابقة دولية، الأفلام من مصر والجزائر وتونس والعراق وفرنسا، فما ورشات وفي تقنيات سينما التحريك. الورشات هذه تتواصل لمدة 3 أيام من المهرجان. كل فورماتور باش يكون في الورشة باش يعطينا أبرز ناشط خرج ببرودوي مزيان، إن شاء الله باش يكون هو بريمي. عنا 6 ورشات، عنا 6 بريم للورشات، خاصة بالورشات. شكون اللي يضحك؟ فهمت طيب؟ انت مازلت هوني؟ شكون؟ اليوم عندنا تظاهرة ثقافية طعنا بالسينما. التظاهرة هذه بالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة وجمعية السينما. في التظاهرة هذه عندنا ورشات، إضافة للورشات ثم 10 عروض سينمائية للأطفال. بادرة طيبة هذه، حاولنا نقربوا السينما للطفل. السينما مهم ياسر في حياة الطفل، في حياتنا كل تم عرض الأنشطة هذه ويتم النقاش فيها. طبعا إضافة للعروض هذه تم عروض موسيقية، عروض تنشيطية. نتمنى الدورة الثانية هذه مهرجان السينما الدولي بالقيروان في الدورة الثانية تنجح، وإن شاء الله لما لا تتوسع وتكون ثرية أكثر وأكثر في المستقبل. كانت فرصة سعيدة باش كنت أنا متوج في مدينة الأغالي بالقيروان، وفرصة هذه فهمتني جعلتني نعمل لقاء مع شباب المستقبل. شباب هذا لازم يكون إحاطة به والعناية وتفسير فهمتني العمل الشيق في ميدان سينما التحريك. يوم شرفني برشا الحضور في الدورة الثانية لسينما التحريك في القيروان. كانت الامبيونس محلى على الاخر، عجبني الجو. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.